طيب من ورزازات، اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام سي طيب. وكيف راك بخير؟ الله يحفظك بارك الله فيك. انت بغيتي تعاود لينا؟ مبروكات، عيد وتعاود ان شاء الله. الله يحفظك السي طيب، بارك الله فيك. بارك الله فيك. تفضل السي طيب، انت بغيتي تحكي لنا ياك؟ يا اخويا مرحبا بك اخويا. كسائر الناس قريت انا حتى الكاتري ماني. شحال دابا السن ديالك اخاي طيب انت؟ عندي 60 سنه دابا. الله ما بارك. يا اخويا. أيه سيدي. كاتري ماني ربحت ديك الشهاده الثانويه، بغيت ندوز ندرس المعلمين. أيه. خاصني واحد الشهاده ديال السياس، كنا كنحضروها من الرباط. اه مشيت للرباط، عندي واحد العمه ديالي تما في الرباط، عندها خديت ديك الشهاده، وبالمناسبة تعرفت على بنت عمتي. اه هاد البنية صغيرة مراهقة، بديت كنشوفها واحد النظرة ماري هنا. قلت انا هاد البنت هادي ان شاء الله هي اللي تكون الزوجة ديالي، وخاصني نرعاها مادام. شحال كان في عمرك ديك الساعات انت يا سي طيب؟ أنا باقي مراهق، نقول لك 14 15 16 هذا الحد. ايه. والمهم تعرفنا ومشينا على هذاك الدق. دار اخويا العام الاول ما دفعتش ندرس المعلم، تلقى لي الوالد كان عندك القوات المساعده، قال لي وانت يلاه دابا الرابعه صبر بعدا خذ غير البكالوريا مالك شكون هذاك هذا هذا. سعفتو بقيت غادي ربحت البكالوريا، ولكن بين هذوك السنوات ديال من الكاتريام حتى البكالوريا كنزور هذيك بنت العمه سنويا، كنجي كنزورها كندوز معها الصيف كامل ست شهور، كنخرجوا كنتبحروا كندوروا عجزت حويجات زوينين، وتوعدنا على الزواج، نقولنا ان شاء الله بعد الوظيفه يعني نتوظف غادي نتزوج. اييه خديت البكالوريا وانا ندير مدرسه المعلمين، دخلت المركز، مجرد ما دخلت الشهر الاول شهر نوفمبر اتاكد تهز لمها واحد 100 درهم وكتقبط الكار وهربات عدي الورثة. قبل ما نجي انا والوالدين ديالي وداك الشيء جات عندك هي. جات هي. ايوا سيدي ملي جايه في الطريق الدار كاين التلاميذ. هادي شي ثلاثه ولا اربعه كانت شي عطله عندهم ولا داك الشيء. ركبوا معها في الطاكسي. كيفي من مراكش ورزازات. جلس حداها شي واحد، وهذيك الطريق ديال ورزازات فيها الفيراجات، هي ما عمرها دارت ديك الطريق. اييه حل جاتها شي دوخه شي حاجه، مد لها يد المساعده فتهبطها حتى كترد داك الشيء كيعاود هذا. المهم قدم لها يد المساعده. هاد الهضره هذه ما قالتهاش ليا، هذه توصلتي من بعد. توصلتي من اطراف اخرين. المهم وخفات عليا هاد القصه هذه. انا كالعاده الصباح في المركز، العشيه كنديروا دي ستاج في دي زيكول تما. داك الستاج كاين واحد نص ساعه تقريبا بين 10 حتى 10 ونص صراحه، ودارنا في الطريق ديال دوك المدارس. راه زوج خطر شي بريري ديالها حتى شي مسيم اللي دايرها الوالده ولا شي حاجه عاد نمشي. عندنا واحد المفاجاه اشنو كاين؟ قالت لي ما نعرف. خمن انت شكون؟ قلت لها ما عرفت هادشي اللي كتقول لي، قالت لي ما يطيحش لي على البال كاع، جيني قلت لها من الاخر نسقيت كابسي فيه. هي تقول لي كاينه فلانه. اوه عادي مكتوما، قالت لي بوحده. وبلاتي وهادشي كان دايره في وسط العائله بانكم زعما تكونوا لبعضياتكم؟ معروفين احنا كلشي عارف، كينتظر فلان وفلان راه ان شاء الله العرس ديالهم وهذا غيكون في الصيف ان شاء الله. اها. المهم فرحت واحد الفرحة كي دايرة، وبدينا كنخرجوا. المهم لقاتني بورسي هذيك الساعة، الوالد عندي ما كنتش خدام، مشيت كنخرجها كنجلس انا وياها في المقاهي كنمشيو للسينما كنمشيها الى اخره. المهم با ما بغاش تروح، هو يدور لاختو وهي تجي عندنا هي وولدها الكبير جاو. اها. ضربوها بلاد كاين ما تضربيهاش، ما مشات لها جات عندي خليها صافي. المهم مشات وعاود ركبناهم شوف حالهم في الصيف، باقي ما وصلش كاع يونيو غنشد فيه العطله ديالتي، كتجيني واحد
عمي اخر رجع عندنا قال لنا فلانه راه تزوجات. شكون اللي خدا؟ واحد الجندار. وذاك الجندار اللي كان مدلاي المساعده هو اللي خدا. انا طرطق فيا شي حبوب الفقصه. ديال الحبوب الفقصه خرجت مني. عرفتي ما عرفتش ندير. معاه سبع سنوات ولا حتى هي. معاه وانت وياه وفي الاخر غدرك. اش درت؟ جا عندي واحد الصديق بالصدفه بغا يدوز له واحد الامتحان ديال اداره السجون. خاصو يكسري. جاي ياخذ مورزات. هي هذيك الصديق ديالي قاري معايا في الابتدائي. لقاني مهموم وداك الشيء. يا مالك لا هذا الشيء يلاه نخيم ونضحكوا شويه. دبرنا على القيطون مشينا درنا القيطون طلع الاس. ضاحكين لاعبين كان. وعاودتي لي شنو بك؟ كان عارف. داني هو علاش داني على هذا الاساس باش نفوز شويه. كنلعبوا الكره وحنا نتعرفهم واحد البني بدات. من بينهم واحد البنت عجبتني. هي هذيك وليت كنتلاقى انا وياها وداك الشيء. صافي قلت لها مادات احسن من هذه البنت عندي. قدمت هذيك رفضاتني. ها هي دابا هذه احسن منها وقبلت عليا. بغيت ناخذ هذه جيت ونطيح طحت العمى في الظلمه. كيفاش هذه القضيه طحت العمى في الظلمه عاوتاني؟ هذه واحد المثل كيد قال العمى طاح في الظلمه ما عرف علاش طاح. فهمتي ما قلب ما سول ما بحث ما حتى حاجه. والعمى راه كيف الضو كيف الظلمه عنده ولكن الحمد لله عنده واحد البصيره ديال القلب اللي كدلو على اي شيء. ما كيخطر خطوه تتعرف فين يحطها. حيت كاين امثله عندنا زعما خايبه وغالطه ومحقره. وكنتمناك انت اللي واعي وقاري تبارك الله ما تبقاش تقولها لشي واحد لان محقره هذا المثل هذا حقيقه. المعذره مرحبا اخويا. المعذره دابا مع نقول لك شحال هذا وانا نقلب باش نسدك. الله يودي وينفرج. مرحبا بك. الله يودي. الله يجي يسمح لي. الله يحفظك. لا الله يودي. مرحبا اخويا. ايوا اخر المطاف سيدي ديك البنت هي قلت لها غادي ان شاء الله نتزوجوا. اييه يا سيدي ملي ديتها معايا الورزات دخلت على الوالدين ديالي بحال فقط عليهم. قال لي شنو هادشي كدير فيه؟ واش عندكش عقل ولا ما عندكش؟ ايوا المهم قال لي هذه ما قبلهاش. مش ديتها نهرب فيها المقر العام اللي تعينت فيه. اللي ديتها معايا لذاك الدوار حيت انا معلم. ذاك الدوار اللي خدام فيه. كنلقاها طيب ما كنلقاهاش عضراء. ياك؟ والمهم جيت لعند الوالد رفضني. امي كتقول لي انت مالك مخاصم مع حياته هذيك انت مالك اسيدي دب راسو. والوالد علاش ما كانش بغا هو في الاول؟ حيت قال لك واش ما كنعرفوها ما كنعرفوها اصلا. قال لك ما عرفنا هذا ما والو. قال لك وتجيب لي شهاده العزوبيه وتجيب لي الاهل ديالها تعرفوا عليهم وتسولوا عليها وهذا وهذا. انا راه اختصرت لك. والمهم مشيت اسيدي انا وياها في الصيف عند ذاك الصديق اللي قيمت انا وياه حد دارهم في اسفي. اييه هي هذيك كنخرجوا من العشيه للعشيه جانب البحر كنبقاو سيدي كنشوفوا في البواخر كدور واحد المنظر زويان. ذاك الليل وهذا كنسهروا مع الصيف وذاك الشيء كنسهروا. يا واحد الليله كيف العاده جيت مع ديك الجوج ديال الليلات كندخلوا. دخلت كنلقى السيده بحال قالت واحد الجريمه ديال الخيانه مع الاخ ديالو. لقيت الناس مضبوطه ما كاينش كاين العلامات ديال داك الشيء بلا ما نشرح لك. كرهت صراحه انا وياها مهازين باش تفضح راسي قدام الناس وقدام هذوك الوليده ديالو وقدام الاب ديالو وقدام الاخوان ديالو. هزيت الهم ديالي. ايوا الصباح مشيت انا وياها غادي مهازين في دارهم خليتها تما تتحرك. واش قالت لك هي ديك الساعات؟ شنو كتقول لك هي من وراء هذا سيدي؟ واحد المشه شفتها انا خلعتني داك الشيء باش تخرج مني هذا الكلام اللي لقيت. غير مشه خلعتني شوف على اعذار كي داير. والمهم داك الشيء ما فيه لا هكا ولا هكا مضبوط. انا ويا الكار اش نقول لك؟
اكثر من 8 ساعات 10 ساعات وكتطالب لا بمرشاد ولا بحاجه صفاره والنار قطيطه في ساعتين ولا ساعه ونص داك الشيء ما يمكنش. ايوا المهم كانت المسائل عندي مضبوطه. ايوا مصطفى صافي قررت باش نتفك انا وياه. مشينا عند العادل هذيك الساعه ما كان لا قاضي ولا هو العادل كيقضي الغرض. دخلنا عنده قال لي واش كاين شي وليد؟ قلت له والو كاين شي بنيه والو. سجل لنا المسائل مشات حاله نلتحق في العمل ديالي. كدور شي 3 شهور او 4 الصيف زائد هذيك 3 شهور حلت صرت معاه شي 6 شهور تقريبا. واحد كتوقف عليا في مقر العمل ما بين القسم ومقر السكن شداتني تم. طلعت على رجليا بديت كتبوس على رجلي ديالي. نهار خويا الطيب الله يرحم لك الوالدين انا عاد عرفت بحساب كان عاد هذا وكتبكي وكتجبد لي شي. المهم واحد المواقف حطاتني فيه وليت انا عاوتاني حامل من جهه ومن جهه اخرى وليت محتاج ليها. صراحه نقول عيب لا واحد. قلت انا هذه مادام جات بينها وبين دارهم تقريبا راح 500 كيلومتر او 6 خليها تنديها في العطله عاوتاني ونتفاهموا. بقات معايا. والمهم اشنو كاين فكرشها كاين جنين جايبه معاه. ما وصلش شاي الصيف تقريبا 5 شهور وعشر ايام حمل ولدات. احطت هذاك الجنين ديتها للسبيطار حطاته كنشوف هذاك الدري بحال هكا تقول لي راه ولدك راه راقد هذاك. كنشوف فيه انا الشعر كامل الضفار نايضين الدري كامل يعني عنده 9 شهور ديالته ما فيهاش. واش هذا تقول لي انت ناقص راه ماكش كامل. جات تقطع عليه ضفرو ويطير لي الحيمة كاع من صبعو. المهم في الاخر بحال اعترفت قبطناني طلعتني هذاك المحضر ديال الخروج جايين في حالنا انا كنتفك منهم. قلت له دبر راسك معاه واش انا ولدي؟ قلت له ماشي ولدي انا كان نعترف قدام الله سبحانه وتعالى ماشي ولد. المهم قالت لي واش غنديرو؟ قالت لي كاين واحد الاخت ايمينتانو تخصها ولد. ومشينا كنقراو في ايمينتانو تلقينا هذيك السيده عطينا هذاك الولد. رجعنا للدار هي تشدني الوليده قالت لي ولدي في راح شومه. قالت لي دري الزاد عندك مو بغيتيش هذا الاجر مع الله سبحانه وتعالى. يسر ردوك فيه وربيه ما تعرف الله سبحانه وتعالى اش مخبي لك. وهي عارفه كانت عارفه باللي ماشي ولدك. راه امي قلت لها قلت لها امراه ماشي راه 5 شهور وشي حاجه جلست عندي انا واش كتقول لي 5 شهور؟ قالت لي حتى ما تسول هذاك الشيء. وانتم مشيتوا طلقتوا ياك وصلتوا للطلاق خديتي البرا ديال الطلاق خديتي كل شيء. ولا راه دابا الطلاق مطلقين هذا الشيء راه بلا رجوع بلا والو. اي عرفت راهو الدار ما في راسهم والو واش ديتها ولا ما حيت انت بقات جات عندك انت بوحدك قلتي انت للصيف ونمشي هاكاك مولاي مصطفى الله يحفظك. ايوا هي هذيك بقات الوالده غلبات عليا وانا نتاثر مشيت جبت انا وثاني هذاك الدري هو يجف الحليب بقات عندها بزوله واحده اللي فيها شي شويه ما كيشبعش الدري. رجعنا لمقر العمل وانا نشري لي واحد المعزه. شريت لي هذيك المعزة ايوا بقينا كنحلبوا ونردعوه لافقوا داك الحليب عاش الدري كبر. ارنا هي ملي تمكنات نسات ان راه ضابطها النوبه الاولى غير عذراء والثانيه جايبه لاقيت من الزنقه بدات عاوتاني كدير عليا شي باب والله انتقل هذاك العام انتقلت في حالي فكيت معاه هي الاولى جيتها طلقتها بالكاغيط الاول بلا ما ندير رجوع غير بالكاغيط الاول ما كاين لا في ظهره مكتوب حتى حاجه لا والو غير ديك الصفحه الاولى كتب لي العدول عاوتاني الطلاق الثاني. والولد حيت انا كنت كاتب عليه حتى هي قلت باش ندوز لها ما كاين لاش نبقى ناكل فاش غندير بهذه الاجره ديالي. دابا انت نزلتيه منزله الابن ديالك ياك؟ وايا سي مصطفى درتيه في الحاله المدنيه؟ درت هو شوف هذا الساده اجا كيداير
هذا طبعا كيبقى واحد الوضع عشتيه على كل حال، ما نقدرش نحكم عليه واش هو هذا الحكم هذا انا، ولكن كيبقى واحد الوضع انت عشتيها خير طيب على كل حال. عشتو هو المهم اللي جديد كتخدم معي واحد الاستاذه هذيك الاستاذ عطيني هاد التحضيره صعوبات هذا. المهم حنا واحد الموده تولدت بيناتنا مشات هي ديك تاع الواقع ديالنا هو راني مطلق وعندي درين كذا كذا كذا، هي ديك في الاخر قبلها في هاد الوضعات فين درنا الوثائق ديالنا تزوجنا المهم واحد 4 سنين او 5 وغنلقاو هاك جوج الاطباء اللي شفنا كياكدوا لي نفس الهضره اللي قال لي الاول قال لي الثاني الحظوظ ديالك راها قليله في الانجاب للحيوانات ديالك راهم ضعاف بزاف، قال لي ويلا بغيتي كاع تولد راه كاين واحد العمليه غناخذ منك احسن هذوك الحيوانات نعطوا شي مقويات وهذا 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 ونزرعوا بالرحم ديال الزوجه وممكن قال لي احتمال ديال سميتو يقدر ما يصدقش يقدر يصدق يقدر ما يصدقش. ملي سمعت هي هذا قالت لي شوف هذا الوضع هذا ما قبلتوش انا، اولا باش يكشف عليا طبيب ويبقى يدير لي في الرحم ديالي هكا لا، وثانيا هذا اللي بغينا احنا بزز ونتحدي الاراده الالهيه راه يقدر يكون معاق او لا متخلف ذهنيا ولا شي حاجه ولا هذا هكا. هي كانت كتشوف ديك الساعات قالت لك مادام انه طبيعي كمال وهذا هكا راه يقدر ما يكون شيء. قلت له علاش سيدي ما نمشيو حنايا، قالت لك الله سبحانه وتعالى اختارنا باش نكونوا هكا، علاش ما نمشيو نتبناو شي وليدات وليد وبنيه كنتوا قال لي مساكن دايرين اللهم ديروا فيهم خير ونالوا بهم الاجر. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك انا وكافي اليتيم في الجنه نديروا هذا الوضع هذا. قلت له يلا استاذ نمشيو على هذا الشيء، خلينا ذاك الملف ديال ذاك الطبيب عملناه ومشينا للمركز ديال لاله مريم حطينا طلب فربط حطينا واحد طلب ومشينا للمركز ديال الدار البيضاء حطينا فيه طلب، هذا درنا فيه ذكر والاخر درنا فيه انثى ودفعنا شي وثائق فيهم السجل العدلي الى اخره. المهم وثائق راه كاين شي اجراءات تما حطينا هذوك المسائل ديالنا. يوم بعد واحد الشهر ونص كيجينا القبول اجت تما ايوا قبضنا واحد الرخصه ديال 3 ايام طلعنا للرابط دفعنا شهاده طبيه دفعنا السجل العدلي دفعنا شي مسائل يغدون الاختيار. كتبنا واحد البنيه سميمره انا اللوين ديالي شويه ميل السمره واحد البنيه ببيضه هذيك السميمره ملت ليها انا خرجنا قلت ليها ولا كنا كندورو في الشارع بنادم جاي يشوفنا ما غاديش تبادر للذهن ديالو شي شي شك راه يقول ينسب هذيا يقول راه بنت قلت لها نديو هادي. قلت لي شوف هذيك البيضه كتنقص غادي نقص قافزه تقدر تكون عندها الذهن قوي تقدر تقرا تقدر هذا هادي. قالت لي كتب لي محلول وهذا. المهم بحال غلبتني في الاختيار لا لا اللي درتي يلا سيري خدينا هذيك البنيه وقع الاختيار عليها الولية حتى هو ما لقيناش فيه مشكل داك اللي اختارنا ديناه. ايوا البنيه سميتها سميت بلا سميات كاع بلا سميات لا علاش انا بغيتها ما تعرف الاخت مصطفى تقدر تبان البنت دابا ولا تاخذت اجازه واخا في هذه الحاله ماشي مشكل في هذه الحاله قول لنا شكي ماشي مشكل وراه اتفقت معايا اليوم قلت لها راه الاسم ديالك غنذكرو السي مصطفى لا علا وعسى دوراتين هاد الخيط هاد البسيط من الامر نتشبت به ان شاء الله عند اساس ايمان السايح. هادشي هاد الاسم ديال ايمان السايح واش في الورق اللي عندها ولا شنو؟ في الورق اللي عندها اللي تسلمتهم بها في السبيطار. ايمان السايح جات تما في الرباط بايمان السايح. في الرباط فاش من اللي خديتوها انتم من المركز ديال لاله مريم ولا شنو؟ اييه 96 1996 لو 12/3 اييه 1996 اييه الوليد ما كيهمش حيت لقينا ليه الام ديالو هذاك راه مرتاح
هي دروكا ملي شافت خوها لقى الام ديال حتى هي قالت لك على الله عين شوفه قالت لك انا بغيت عين شوفه ما نمشيش معاها ما والو عين شوفه الى بغيت مرا مجازه هي في الجغرافيه دابا الدريه راه تكون عندها واحد 24 عام البنت اييه نعم يجازيك ايوا اخر ما طفجنا دوك الوليدات عاشوا معنا بخير وعلى خير بقينا غاديين حتى واحد النهار ياس بنينا الدار فيها السفلي بالقروض واحد شوي قلت للمراه قلت لها شوف لاله راه ما باقيش غنزيدو شي قرض هاد الدار بركه علينا لازمنا شي قدر غندخلو للريبا لان هذاك تكميلي الا بغيت شي حاجه راه تكميليه حنا دابا الاساسي ديالنا هو هذا راه نطلبوا الله يغفر لنا على هذا الشيء اللي درنا يعني ساترين فيه ريوسنا وكنطلبوا المغفره هذا الشيء اللي قلتي لها زعما هي هذيك شي جيران ديالنا حنا في واحد الجزيره مش في جيران ديالنا ملي كتجمع معاهم المراه كيقولوا لها انتم بقيتوا حافظين انتم الاولين وحافظين كيقولوا لها ديما كتجي عندي كتنفخ لي قلبي بهذيك الهضره كيفاش انتم الاول ما فهمتش حافظين حيت باقي عندكم غير الطبق السفلي حنا تعلينا عليكم حنا الاخرين كاع وتعلينا وانا في هذيك الجزيره المهم ديك حافظين ما بقاش كتحملها هي قلت لها شوف الله يرحم باك بغيتي سميتو عليه ناخذ عاوتاني قرض ونكملوا هذا الشيء زيدي يلا مشينا للبنك كملنا خدينا الفلوس الغد لي صبح المعلم من لا ساك الضرب البريق كيتحط برينا الطبق الثاني برينا الطبق الثالث ايوا هي سمينا غاديين غادي العمل ديالي على واحد الدراجه ناريه حتى كتنزل واحد الاستاذ اخر عطاهم واحد العذبه كضربني كتجيبني كاو داوني في غيبوبه ومراكش خرج لي الدم من ودني الناس كيقولوا فلان مات الطيب مات ايوا المهم شي 8 ايام وانا غايب على الوجود ربي عاود بعثني من جديد ونط واستأنست الحياة عاوتاني والمهم قلنا قلت لها شتي ترى اللي بغى الربا راه يعلن حربا مع الله انت الاولى والله كنتظر المجيء يعني هادشي اللي كنتي انت كتقول لها يعني هادشي اللي كنتي كتحاول توصل لها اقسم لك بالله هذا هو الواقع اللي انت كنتي كتوصل لها هذيك الساعه قريب الصيف قريب الصيف هذا الطرح ديالو اللي كان كيقول هذا السيد لمراته هو طبعا شنو حسبوا الفتوى قبل الصيف السي مصطفى كنت هي وباش نمشيو عند الوالده الدينيه كاينه في المحمديه نزورهم والمهم كنجمعو كنديرو اخر ما بقى هو تمشي تحمحم هي والبنيه مشات للحلفون جات وهي جات كتورني النهد ديالها فيه الحلامه حكيتي بزاف ولا شي حاجه نفس ما عرفت مشيت للصيدليه وانا جيب لها واحد المرهم دهنات بقى هو مشينا عند واحد الطبيب هو يدير لها ليكوغرافي قال لها شتي شنو كتحلموا به راه ما كاينش اش كتفكروا فيه راه ما كاينش راه غير الستريس وهذا 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 راه كيدير هاد المهدئات وكل هاد الدواء هذا مشينا الناس ديال المحمد عشنا واحد 5 ايام او 6 ايام وهي مبرد بهذاك الدواء اللي كلات ربما اسبوع كاع الاكثر حتى كتقول لي مات مالف نهديش هبطنا عند الاطباء ديالنا ديال مؤسسه التعليم زبير قال لي هادي راه فيها واحد الورم سير قال لي دير الماموغرافي مشينا درنا الماموغرافي كنلقاو فيها واحد تيمور فيه 4 ديال السنتيمتر هي هذيك العمليه مشينا نقلبوا على العمليه قلبات ديالنا عاوتاني كلاش ديال الثاني هو هذا الانذار الثاني ايوا المهم دارت العمليه استأصلوا لها الثدي استأصلوا لها الثدي قلت لهم ربما المساله سالت قالت لي الطبيبه هو سير دابا حتى يتعالج حيد الخيوط ديال العمليه وغادي ترجع عندي غادي نستأنفوا العلاج قلت لها باقي شي علاج في معلوم يا راه السرطان راه فيه ثلاثه المراحل الاولى جراحي والثاني كيميائي والثالث هرموني ايوا المهم جيت حيدنا هذوك الخيوط اللي عندنا يوم بعد تقريبا واحد
20 يوم أو شهر رجعنا عند الطبيبة كتوجهنا للمركز ديال الكيندي لعلاج السرطان الرباط الظهيرة. إوا بدينا الحصص، حصص هما كتار، طار الشعر، رصات المرأة، آخر ما طاف قلنا راه ولات لاباس. كنحصلها كتكتب شي مذكرات، مذكرات كلها كتهضر في آخرها اللقاء مع الله ولا ذوق الطب المغفرة، ولات كتقرا الحزب مورا حزب حزب مورا حزب، كتختم تقريبا في أسبوع كتختم كتعاود عاوتاني وغادي هكاك صافي كتشوف إلا الموت. بالصدفة عندنا شي أساتذة فائضين هذاك العام، كيعيط لي المدير واحد الصديق قال لي هي اللي كملت المسيرة معاك. أيه اللي كملت وهي اللي باقا معايا الآن. أيه ملي توفات المرا شحال كان عمر الدراري؟ كان عمر كان واحد في كاتريم واحد في سانكيم. كاتريم البنت كانت البنت كانت في الكاتريم والولد في السانكيم. هو هي 96 هو 97 كانوا في سنة جت الدري قلت 14 ليوم. وفي المرا فوقاش توفات يعيش من عام؟ في 2012 الاخر ديال 2011 وكانوا عارفين هما باللي انت وهذيك المراه تكفلتوا بهم وربيتوهم يعني. حتى الطبيب في ديك في لالا مريم واحد الطبيبه الثانيه قالت لي الشهر ديال قالت لي هذا السر هذا ما تخليش يكبر مع الدري. السن الرابعه قالت لي خاصك تقولوا لهم بوح لهم بالسر هذا قول لهم راكم تما مربين. وبالفعل قلت لهم نهار جات هاد السيده واحد النهار جالسين على الفطور قالوا لي قال لها شتي حنا انا نطير لافابو نغسل ولا شي حاجه وقال لها شتي حنا راه ماشي ولادو راه مربينا. وعادي عندهم الامور. دابا البنت قالت لي غير قول الاسم ديالي لعله وعسى تبان شي وحده. ايمان السايح. ايمان السايح هي زاد لي 96 نهار 12/3 وفي لالا مريم في لقيناها في لقيتوها. إيمان السايح إيمان السايح ما عرفتي لكن على الله شي أم مثلا حطتها بهاد السمية. ولكن بلاتي ولكن الورقة اللي عندها في لالا مريم مثلا الورقة اللي عندها في المركز اللي خديتو انتوما في اسم الأم. لا ما كاين اسم الأم ديري لا هذه زيكس قدام الأب والأم. والو ما كاينش شي حيت دابا حتى هاد الاسم وهاد الكنيه غيكونوا كلهم هنا مختارينهم لا على الاسم ولا الكنيه. راه موضوعين موضوعين موضوعين. هما ولكن هما ما قالوش لكم باللي منين خداوها ولا ما شي ام سلمات. هو قال لك اسيري ان شاء الله الا بغيتوا داك الشيء وطلع الميس خاصكم هي توصل لسن الرشد وتجيب لنا امر مع الوكيل ديال جلاله الملك قال لكم هي اللي عندها الحق بعد الميس هذا ماشي انت. قالك واش التعيين كتبنا قالك صافي هذا وحدك باش تتقلب على هكا ولا هكا لا ما يمكنلكش. ايوا سدات لنا هذيك المساعده الاجتماعيه. ولكن دابا هي دابا راه حيت هي مهم من هذا الشيء ديال اللي كنقول لك ديال السجل اللي رجعت للسجل دابا خاصه هي تقدر ترجع للسجل لان دابا تبارك الله راه عندها 24 عام. عندها يا فاتت سمعتوا عليها راه دابا 24 سنه راه 18 ولتحت اللي ما عندهاش الحق ودابا راه تنوب على راسها. ولكن هي دابا مع ملاهيه مع كتحضر الامتحانات وداك الشيء قالت لك يستر يلاه نتوظف ولا شي حاجه وتكون عندي شي امكانيات ولا هذا ونمشي حتى تما قالت لك ونبحث مزيان. حنا ما نكرهوش لان دابا ما تنساش هذه المعلومات هي مهمه لحقيتاش دابا السجل شكون اللي جابها حيت ربما يمكن هذا الاسم تختار لها عندهم هما في المركز هما قالوا لك اودي راه كاين معلومات يعني غتكون عندهم بيانات خاصين هما ما يمكن لهم يعرفوها الا هما وهما كبروا هذا الشيء حيت على حسب ما قالوا لك هما يعني. جيستم مولاي مصطفى جيستم على الله الله واخا هاد المعلومه هاد الاسم وهاد الكنيه ما يقدروش ينفعوا في شي حاجه كيبان لي. قلنا لانه ربما صدفة من خير من 2100 ان شاء الله يا ربي على الله على الله ما عرفش انا كنتمنى لها بعد كل خير ان شاء الله. هاد ماركيه شنو كتقول لك بالنسبه للاجازه هاد العام كيفاش غاد القضيه في هاد الكونفينمون امتحانات ديالهم وداك الشيء؟ هي راه واخذه دابا راه عندها اقليميه ديال العام عام دابا خذا عام الاول راه العام اللي فات تعرضت للتعليم وما تيسرتش. يلاه دابا تعاود عاوتاني غادي دابا الاعدادي كان دارت الابتدائي هاد العام غادي دير الاعدادي. و السيده اللي ربات معك الوليدات هي اللي عايشه معك
هي اللي عايشة معايا هي. وحدك في السماع هي هاد السيدة؟ حدايا. نسلموا عليها ما فيها باس، نسلموا عليها ونقولوا لها كيفاش زعما تعاودنا غير شي شويه من 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 كيفاش ربيتي ربات هاد الوليدات مع معاك السي الطيب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. مرحبا لاله. مرحبا. هو الزوج ديالك عاود لنا السي الطيب يعني تقريبا واحد العدد الامور، لكن انت مني جيتي التحقيتي بالزواج ديالو وقال لك باللي انا راه عندي جوج وليدات يعني كنت واش انت ديك الساعات كنتي يعني اول مره يعني حديثه العهد بالزواج اول مره تزوجتي بهذا السيد ولا اول مره؟ اول مره. وكيفاش اول مره شحال كان عندك في عمرك ديك الساعات؟ 30 عام. وما كنتيش في الاول كان كيبان لك صعوبه في الاول؟ توكلت على الله سبحان الله. قلتي يا بسم الله انا ما هذا توكلت على الله. مع انك لقيتيهم في واحد السن اللي شويه كانوا مراهقين. لا مراهقين كانوا، تعاملت معهم مزيان، درتهم بحال خوتي بحال ولادي، تعاملت معهم تشدوا البكالوريا وتخدم الوليد والبنيه شدت الاجازه. وكيدايره العلاقه معهم دابا لحد الان؟ بخير الحمد لله. اذا دابا جنيتي ديك الثمار ديال ديك الترابي ديال هذاك الوليد والبنيته في العلاقه ديال بها ديالك بالراجل ديالك لاله؟ هذاك الشيء اللي كاين سيدي. الله يقويكم لاله ويكون معاكم ان شاء الله بحول الله. ان شاء الله ان شاء الله. شكرا لك، تحياتي. وحنا دائما على صله بيننا وبين كل الاخوه الافاضل والفاضلات في هذا اللقاء. سمعنا السي الطيب. اياه السي الطيب اللي حكى لنا على ظروف عاش، وهاد الظروف من السيدة اللي عاش مع المرة الأولانية واللي عرفها، وكان واحد بنت عمتو اللي عاش ديك الظروف معها، ثم وعاودنا على ديك الظروف كلها اللي تزوج بها فيها، والولادة ديال الولد الأول اللي على كل حال كان عارف لا هو ولا هي باللي ماشي من صلبهم، والتجربة اللي عاش مع السيدة اللي دوز معها فوت معها مدة من بعد ما قالت له باللي نربيه، إلى أن ربي سبحانه وتعالى أخذها. وهذه السيدة اللي سمعناها وهي كت يعني كان كلامها دقيق ومختصر، قالت توكلت على الله، جيت لقيتهم بطبيعة الحال صغار، تعاملت معهم مزيان، يعني جاية بفكر فكرة ديال حسن التعامل، ويمكن هذه اللي عطات وربحت الثمار طبعا هذه العلاقة بينها وبين الأولاد طبعا، واللي خلت طبعا الصلة بينها وبين هذا الزوج ديال هذا حاليا السي الطيب من ورزازات، وهذا الرابط اللي طبعا خلاهم يكونوا مجموعين. وحنا دائما على صلة بيننا وبين كل. طيب غادي نرجعوا باش نتواصلوا مع كل المستمعين، وناخذوا معنا فاطمه الزهراء من تيرودنت باش ان شاء الله خدينا وقت معها باش ما تحيد التوتر ديالها وتقدر تحكي لنا من قلبها. فاطمه الزهراء من تيرودنت، مرحبا بك. الله يبارك فيك اخويا مصطفى، كيداير؟ الله يبارك فيك فاطمه الزهراء. اسمح لي نخل موقع باش فاطمه الزهراء. شحال في العمر ديالك انت يا فاطمه الزهراء؟ كون 27 عام. هادشي اللي بغيتي تحكيه لنا من قلبك اللي ضرك؟ من قلبي وداري، قسما بالله الا داري وبكي. فوقاش اش مرحلة في عمرك ديالك؟ اشنو زعما اش من وقت بغيتي تعاودي لنا؟ اش من لا كلشي ما عنديش في حياتي شي حاجة زوينة، كلشي خايب. مع من تربيتي وفين خلاقيتي؟ انا خلاقي زادي تيرودنت، ومن اللي كنت صغير عندي ما مريضه نفسيا يعني. ياك وبنا دخل عندي بتكون شي 6 سنين 7 سنين. خلى لينا ما كنقسم لك بالله، الا نهار مات
جات عندنا المراه كتبكي وما يقولوا لها الناس ما تبكيش راه غادي تبكيهم زعما انا واخواتي وهي تقول لهم لا انا ما كنبكيش حيت باهم مات انا كنبكي حيت ما خلاهم لقيت شي واحد وبصح وانا داكشي جا من عند الله مرحبا الموت كتجي من عند الله ما حالتها امك ما كانت واش كانت من من, من مده وانتم كنتو كتشوفوها كتعيش مشاكل نفسيه من مدة ولكن دابا اللي دارني بزاف هو بدلنا السكنة سيدنا الله ينصرو عطانا المهم فرق شي ديور هنايا فين كنسكنو دابا ياك وكنا مستافدين وخدينا دار والحمد لله حنا بعدا عايشين فيها ولكن اللي دارني هو كنت مع واحد السيد ياك واخا دابا قبل ما نرجعوا لهاد القضيه اللي حيت دابا انت بديتي كتعاودي لي بشويه عليك خذي وقتك سمح لي راه متوتر والله شويه عليك باللي هدرت معاك وطلعت كنت امنيت فوقاش فقدتي الوالد انتيا فقدته ما تكون شي في عمري شي 6 سنين كيف قلت لك ولا 7 سنين اها وبقيتوا عايشين مع اخوالكم ولا لا لا بقينا غير انا وما وعندي جوج خواتاتي وخويا شكون اللي كان كيبر بيكم وشكون اللي كان كيدبر هذا هو المشكل هو كان تما كتشعد تجيب لينا ما ناكلو فهمتي اها كنت كتشعد تجيب لينا ما ناكلو حتى كبرنا المهم كبرنا صافي بقات في ديك الحاله كنقسم لك والله الا عاد الحجر صحي لا عاد دابا كلشي تفضل فهمتي وما عليناش انا المشكل ديالي دابا هو كنت مع واحد السيد فهمتي وقريب لينا المهم ماشي الجيران ولكن ما بين الناس ماشي بينو بزاف فين كنتي معاه كنت انا خدامه في كثير معاك اييه وهو كتا هو عنده الكيكوب كيجيب العيالات اييه شافني تما قال لي عجبتيني بغيتك انا حاولت ما بغيتش قلت لي لا ولد الناس انا راه انا زعما ما غير كتسعه وما سميتو قلت لي ما قلت لي ما تضحكش عليا ما تقولش لي بحال هاد الهضره الله يعاونك شوف شي واحد اخر قلت لي ما تديرش معايا قلت لي شكون دابا اللي مازال كيبغي الزواج قلت لي لا ما تضحك عليا هو يقول لي لا والله الا باغيك المهم تيهضر معايا وجلسنا شحال طولنا واحد شويه فهمتي ساقوا عائلته الخبر بلي انا كاينه ما قالوا لي قالت لي امها بنت الحمقه ما دخلش عليا فهمتي المهم داني بقينا كنتشافوا بقى كيطلع فيا بقى كيعطيني الفلوس كيعطيني يشري لي اللي بغيتها كنت نقول لي من داك الانسان ما سمع فيا حتى شي حاجه غير كنبقى فيه كيشوف ما كتجلس في الزيقه كتشعر كيجي كيقول لي انا بنت يمك اليوم هاكي غادي نعطيك عادي غادي نعطيك عادي فهمتي كيطلع فيا وكيبكي من جهتي داكشي باش تصدمت كنقسم لك بالله اخويا مصطفى كيبكي من جهتي كيقول لي كتبغي فيا وسوني عليك ما خاصك شي حاجه واحد ما شدني وبغيت تكرفس عليا وعندي ما دابا ولدت ومن مشيت المحكمة تيقول عليا شي هدرة ما فياش شكون؟ اسمح لي هو اسمح لي اخويا هادشي اللي وقع هادشي اللي وقع لك معاه وشداك وهذا وتصبك وداكشي واش كان واش ديك الوقيتة شحال كانت عندك في عمرك؟ دابا عند ولدي 7 سنين وديك الساعة تكون في عمري شي 19 عام فاش كنت حاملة 19 عام مك مجلية وانتي معاه كتسمع كنقسم لك بالله مصطفى زعما الا فاش دخلت عزة ولدي معاه هو كره لي حتى ولد الا فاش دخلت عزة ولدي كنقسم لك بالله الا ما جالسه ودخلت عزة ولدي وهي تقول لي يما شكون هذا مقطع ولدي قالت لي على تزوجتي وقلت لها هي اما راه تزوجت وطلقت وهي تقول لي نشوف ولدك عرفتي ما سولاتي على حتى شي حاجه حيت ما كايناش في هذا فهمتي ومستغل هذيك نقسم لكم الله في مصطفى الا فاش مشيت عند بوليس قلت لهم انا راه منكم الواجدين انا غير ولدي مريض انا ضعت
استدعوا جو لعندهم عطيتهم سميه الكنيه جا لعندهم سونا وهادي وقفوا معايا جا عندهم وقلت لهم قالوا لي شكون عندي اصلا وانا ما داير ماهر حمقه وراه كتشعى في الشاقه سيف ديك سيف شكون تشبد لي يما انا كنت نعاود لك كل شيء وكنت كتبكي من جهتي ولا بالنسبه لي انت دابا غير مقضيعه في الزنقه وصافي كنركز منك وبالله عزيم صافيت فاش انا وقف انا وياه في المحكمه هو بتكون بيكون في عمره شي 39 عام ياك وفاش كنوقفوا في المحكمه كتكون معاه خالته وكيكون معاه خوه وباش كنتي داعيه انتيا كنت داعيه انا غير بتوبة الناس بغيت غير ندير ولدو في الغراق وفاش كنا كنوقفوا تصور كنوقف انا كيليتيما كنا عندي حتى شي واحد وعلاش كان كاري لك هو قبل كان كاري لك هو قبل منك ما كنتي حبلة كان كاري لي حيت فاش مشى يسول وما يقولوا لي الناس راه دابا الا مشات لعند المخزن وهي حاملة غادي يشدوك فهمتي قالوا لي اما الا جلست حتى ولدت مع في التالي قال لي كل شيء هذا الشيء فهمتي وجلس ومشاكر عليا وكيصرف عليا وكيجيب لي كل شيء وكياكلني وكيشربني اقسم لك بالله الا نهار جو عندي المخزن فاش ولدت جو عندي البوليس والسبيطار كان هو على برا وجا بغى يشوف ولدو هو يعيط ليا قال لي راه جيت بغيت نشوف ولدي قلت له شوف فلان راه جايين عندي البوليس دابا راه بغاو يهضروا معايا يلا قالت عليا الفرمليه طقت فيه علاش انت كانوا جو عندك البوليس بغاو زعما قالوا لي واش بغيتي هاد لوالديك ما غاديش تلو حيف انتي قالوا لي حد ديجا ترى لينا مشكل وحده قاصر ولده خرجت لي ولد وهي تقتلو ولو كيجيو بحال هكا ولدت شي وحده بحال هكا كيجيو كيقولوا لك واش بغيتي ولا ما بغيتي انا قلت لهم ولدي ما غاديش نخاف لي وما درت شي حاجه انا كنستاهل هادشي اللي طرا لي ودابا باش مضروره كنت خدامه ياك خير هاد الايام واحد المره وكتشدني في الحاجه الصحيحه كنقسم لك والله الا كتشدني حتى المغرب كيتلاقوني البوليس كيقول لي اش هاد الوقت كنقول لهم شوفوا حالتي عامره بالماء وعامره بالعصا وقل لي من اللي كنت غير في الخدمه خدامه على ولدي كيقول لي سيري المعاونك المهم فاش تغلق الملف ديالي في المحكمه اسمح لي راه كنقز من هنا لهنا راه ما بقيتش عارف شي مشكله فاطمه ماشي مشكله الله يجزيك بخير حسني الله ونعم الوكيل اش قالوا لي راه فاش تغلق الملف ديالي في المحكمه مشى هو عند السيد هو يتزوج ديك واللي كان اللي معاك اللي ولدتي معاه مشى وتزوج انت تزوج قلتي غير تغلق الملف ديالي في المحكمه وهو يمشي يتزوج ودابا عندي جوج بنات والمشكل تاعي ولدي كيقول علي الناس غير اليتيم فهمتي وهو با تيدوز من حدا كنقسم لك بالله الا من حدا ومشاو الناس هضروا معاه وكيعرف هو باللي كيعرف باللي باه راه تصور معايا صون عليا فاش كنت في محكمة معاك واش الولد انت تيعطيتها قلتي ليه باللي هذا هو باك لا ما عمرو شاف ما عمرو شاف ولكن هو ملي كيهضروا مع الناس تيقول لهم تيمشيو تيطلبوا تيقولوا لي عافاك هذاك الولد ديال اللي غير سميتو راه الله كاين راه الدنيا دايزين من هنا دايزين من هنا وتيقول لهم هي بغات لي الحبس انا نهار الاول قلت لها ما تمشيش للكوميساريه راه غنديروا شي حل انا وياك مشات هي كديره عند المخزن ايوا خليها تجري طوالها هي ما عندهاش با وما غير كتسعى شنو المخزن شنو غايدير ليها اشنو غايدير ليها ما غاديش يدير ليها حتى شي حاجه بغات المخزن تمشي لعندو بصح داكشي اللي قال تحت في قال لي راه ما عندك ما ديري راه حتى شي حاجه بلا ما جلسي حتى نبغي انا ندير الوراق وعاد غنديرهم وانا بدا نشوف من واحد الناحيه ولدي كيضيع وانا نمشي عندهم ساعة ما ديت منهم لا حق لا باطل فهمتي ودي ضروره باش كل شيء انا كنت عايزه دابا 8 سنين داز على هذا الشيء دابا انت ولكن دابا عاد الولد كيسولني ماما علاش كيقولوا الناس الدراري صغار كاملين بابا وانا ما كنقولهاش اختي هادشي هو بعد
والحاجة كنت وانت كتشوفيه ديما كنشوفو هذاك بات الول ديما كنشوفو كيجي حتى لحداك وما عمرك شفتيه وكان الولد حداك ديما انا ولدي كنقسم لك بالله اسم مصطفي الا كنكون شاده الولد كيجي حتى لحدانا وكيوقف وكيبقى تيشوف في الولد فاش يمشيو عندو الناس يقولوا لي هيك الولد بغيتي وسميتو تيقول لهم انا كنشوف فيها كنعرفها بغات لي الحبس كنكفر عليها غير كنشوف فيها كنشك بلي مشات قالت لهم اغتصبني ودار لي وفعل لي كنكفر عليها علاش حتى تمشي عند المخزن ما عرفتش شنيا تحقر ما فهمتش ما فهمتش فهمتش علاش نتصورت راسي بلي غادي يوقع لي واحد النهار شي حاجة بحال هاكا ما عرفتش نتوقع ما كنحس براسي واخا كيفاش كتعيشي انت هاد 8 سنين دابا من عمرك من ورا فاش طرا هاد الشيء كاع كله كنعيش مرة خدامة في فيرما مرة كندير المينا عند الناس كل مرة ما شنو المهم كنعيش ولدي بالحلال وصافي هو عارف هادشي حيت كنخدم مع صحابو في فيرما ما عندهم عندو هو بيكو وصحابو عندهم بيكو فهمتي وكنخدم معاهم وتيقولوا لي راه فلانة راه خدامة معانا مسكينة راه سميتو راه كترزق على ولدها حشومة عليك سير دير معاها شي تاويل وتيقول لهم لا بغيت ندير ولكن هي داكشي اللي دارت ليا في الميلف الا مشيت تعترفت وقلت لهم راه بنا مشيت فيها وانا ما قلت لا داكشي اللي كاين واخا وما حاولتيش تلجئي للوساطه انت جمعيه نسائيه اللي تقدر مثلا تازرك تصنت ليك ما عندناش يعني حتى شي حاجه في عنا في شنو بلاصه في تارودانت واش تارودانت موجودين كاينين علاش ما مني سمعت تنسول الناس ربي الا كاينه شي جمعيه الا كاينه هادو الجمعيات النسائيه اللي في تارودان كيقدروا مثلا يتصنتوا الضحايا مثل هاد يعني بعد بالنسبه لي على اعتبار انه بنتي امراه عانيتي من العيون فعانيتي من ولكن وبغيتي تثبتي النسب ديال 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 ولدك انا بغيت اقسم بالله ما بغيت منه حتى شي حاجه بغيت منه غير انا ولدي معيش والله الله اللي خلقه هو اللي رازقه انا بغيت غير يكون عندي داك الجواب ولدي نتاع ماما فين بابا نقول لي ها هو داك الجواب واخا ما عمرك ما عمرك هو كان كيدوز من حدا باه تجرأتي وقلتي ليه اول ما عمرني خفت يدوز من حدا شي نهار نقول لي هذا هو باك ويلقى شي نهار في الحانوت ويقول لي بابا ويدور فيه خفت ما بغيتش ولدي نوري نحطو قد لعبة فوس اسمي تيقول لي شي نهار بابا ولا يقول لي فين انا با كلها فهمتي ما بغيتش ما بغيتيش يعني خصو يكون مكان بالوراق وباش سميتو ماشي يجي يقول لي يعني بحال هذاك اللي ما بغاش يعترف بيه يعني يقدر يقول لي نقول لي راه هو با كندوز من حدا ألف مرة كنلقاه هو عاقل كنلقاه كيتقدى في الحانوت كنلقاه كنروح واخا ومن غير الناس هادو اللي كيمشيو عندهم وتيقول لهم كفراتني ودارت لي باش يبرر بأنه ما هاد الشيء دابا ما عمرك انت شتي الراس في الراس وقلتي له انا راه ما محتاجاش انا شي حاجه اكثر من انك هاد الولد اللي كتفل له حقه وتتصرف شي حاجه تصرف تعطيه النفقه ديالو هادشي اللي بغيت هدرنا وهدرنا بزاف فاش كنت كاع معاه في المحكمه كان تيصوني عليا وكيقول لي اليوم بقيتي فيا في وسط المحكمه واقفه بوحدك وانا معايا محامي انت يا غير المحامي عطاو عليك غير في المحكمه وما عارفاش شكون اللي تسولي وبقيتي فيا ولكن انت اللي بغيتي هادشي قلت لك النهار الاول قلت لك ما توصليهمش وقلت لك ولكن انت درتي داكشي اللي قال لك راسك ايوا شتي فين وصلتي كنقول لي شوف فلان تفكر غير اشنو درت معاك جاو عندي بوليس وقلت لك راه جايين عندي وكون انا بنت الحرام غادي نقول لك خليهم غادي ندخلك ويجي ويلقاوك خدني دابا شدي حقي فهمتي ولكن المهم كيقول لي انا كتبقي فيا بزاف ولكن داكشي اللي بغيتي انت اللي بغيتي داكشي للاسف انا جلست كنعيا شنو ما نقسم لكم الله السي مصطفى الا دائما الصح والبكا بالليل دائما دائما البكا ما عندوش باش يفيدك على كل حل بكى على واحد الشخص اللي انا كنبكي على ولدي حد
جيت من تجربة صعيبة وكنت مازال غير مات بحالي انا ما تخلاني صغيرة. ولكن علاش كتشوفي علاش كتشوفي بان ولدك هكا هو كاع دباه هو في الحياة هي ولكن راه ما معاش هو كاع كاين في حياته ما معاه لا بنفقة ما معاه لا بيشدو يحضنو ما معاه لا بيخرجو ما معاه لا بيتصرفو وياه ما معاه لا بيصاحبو ما معاه لا بيلعبو باش غيكون باه بعدا على الأقل نتمو وهبوا لك الله سند راه شحال منهم ديال الأخوات اللي الحمد لله ولدوا وليداتهم المهم في ظروف معينة صعيبة كانت عليهم وداك الشيء صحتهم ولكن الحمد لله دركوا. علاش انت غادي تدفني راسك وتبقي تشوفيها باللي مظلمة ومغممة؟ علاش انا سي مصطفى وكل كاين فشي بلاصه ما غاديش يهمني ولكن انا دابا كاين حدايا فهمتي دابا كنقدر كاع نقول لولدي كيقول لي يا ماما فينا هو بابا ما كنتسوقش ليه كيقول لي يا ماما راه كنقول لبابا تخلان بابا وكنقول ليه لا ولدي هذاك راه ما تقولش ليه بابا راه ماشي بابا وتيقول لي دابا هو تيسمع ولاد الجيران تيقولوا لباباتهم بابا فهمتي وتا هو تيقول لهم مسكين بابا تيتحابهم واش سميتو بابا ولا انت كنقول ليه لا ولدي ما تقولش ليهم هكاك انت تيقول لي بغيت انا عاد نقول بابا وتيبقى في الحال انت عاد باقي صغير هو مازال ما عارف والو وملي كيخرج هنايا للزنقه تشدو شي وحده ولا وكيدوز با وتيقولوا لي والد راه هو باباك فهمتي وكيجي بلا سميات ما محتاجينش كاع السميات حنايا صافي وكيجي يسمح لي وكيجي كيدخل كيقول لي يا ماما دالي وريك شنو شفت كنقول لها شتي تيقول لي وراتني فلانه وراتني بابا دايز من الطريق ما شوف هو اجيلا ام عاجلا غادي يعرف ولا ربما كاع عارف كيقولوا لنا شويه بدا التشاش كيدوح لنا في الاسبوع بعد الصور بعد الناس كيقولوا لنا ربنا واخا منا من ديك اللي رباتنا اولا منا اللي ولدتنا كاع خفات عندنا بانا شكون هادشي تي يقدر يطرى ولكن ايوا راه صعيب انك تبقاي دابا انت مغممه على راسك هكا حيت ما عندكش خيار سوى انك 8 سنين وانت عايشه كتخدمي على ولدك إلا هو ما غيكونش أب ما غيمكنش تجبري على أنه يكون أب إلا بواسطة القانون اللي يمكن أنه يجبره والله العظيم نصي مصطفى إلا من 2014 نعس ما كاينش ماكلة ما كاينش لدرجة دابا كنهضر معاك والله العظيم إلا معدتي كتوجعني بحد الأعصاب هي الأعصاب في المعدة الناس ما عمرني عرفت شنو هو الناس ما عمرني عرفت شنو هي الماكله الحقره باش كنحس البكا وكيعجبني نجلس بالليل كنعس ولدي كنكلو كنشربو كنعسو كنطلع للسطح كنبقى بيني وبين اللي خلقني وشكوى لي وكنبقى كنشكي لي كنقول انت اللي خلقتي فكر شنو اللي خدر ولكن هو مقويك الحمد لله وعطيك التيسير في العمل وخا على الصعوبة ديالو وخا كنعرف المشقة ديالو الحمد لله متاعك بصحتك كاين بزاف الأخوات اللي ولدوا في ظروف بحالك وتهدات الصحة ديالهم ما تيقدروش ينوضوا يخدموا ما تي ربما عندهم شي ضائقات أخرين عندهم مشاكل نفسية خايبة وخا هادشي اللي داز عليك حتى هو راه صعيب وخايب وقاصح أمك مريضة وانتي داك الوضع كله اللي داز عليك ماشي سهل انما لك الحمد لله تيقدرني تيقولوا دابا الناس انا الا خرجت انا ولدي تيقولوا الناس حدك فلانه هي اللي حقر حيت زعما ما داير بحال هكاك وحيت با ما عندهاش مسكينه حقره فهمتي قرني حقرني فهمتي وكنحس بحال كنحس حقرني وبزاف كنحس راسي ما سويت حتى شي حاجه شوف عاش اللي عرف قدره لا ما تشوف تحد ما يمكن يجردك من قيمتك لانه قيمتك ما يمكن اللي يضمنها لك الا انت الا القدر باش كنتي كتعاملي مع نفسك والا انت حسيتي في واحد المكان باللي ولا في واحد البلاصه اللي راه ارض الله واسعه تقدري تشوفي شحال من حاجه تقدري تشوفي شحال من طريق وراه منك عدد من الاخوات اللي عشنا معهم هذه القصه وقدروا انه يتجاوزوها ولكن انا الحمد لله ما زعما دابا خدامه وبخير ولكن غير كنكون جالسه وكيجي الولد يقول لك حق راه داز من حدايا با راه وراتو ليا فلانه الناس كنخرج في الزنقه كيقولوا لي ليتين فهمتي
هادشي هو اللي كيقهرني. علاش تيقولوا لي هذا واقع؟ شوف هذا واقع. علاش هو يحقرني بحال هكا؟ شنو نقول لك لفاطمه؟ داكشي اللي كيقهرني واش هو بغى اللي حقرني اختي؟ ولكن راه هذا دابا شوف دابا الناس الا جيتي تبعي واحد العدد من المنظور ديال الكلام الناس راه كاين اللي كيقولوا كثار من اليتيم هو فعلا يتيم راه يتيم لانه للاسف يتيم الحيين لانه ما عندوش الاب ديالو الابوه ما كايناش فين هو. انا خويا مصطفى الى الاير والبارح قارتني واحد المرة كنبكي تشبعت بغات تعيط عليا ما تقول لي اجي وكتقول لي ما عرفتش واش نقول لك وين البنت ولا وين المراه ولا قلت لها اللي بغيتي قولي قالت لي لا حيت ما طيحش عليك النكاح ولا ما بقينا حيرين فيك ما بقينا عرفنا باش غادي نعيطوا لك وتا ما عنديش سميتي. اها هادشي صعيب صعيب بزاف لان كنعرف شوف هادشي هذا شوف هذا واحد الواقع ما نقدرش نقول لك ما كتعيشوش شحال من مرة فوضعية بحالك ولكن راه ما عندكش خيار سوى انك تبدلي زي كما نقولوا يعني تبدلي البلاصة يتعول تدير شي حاجة مثلا صاحبك ولدك الحمد لله باقي ربي عطاك صحة 27 سنة تقدر تدير شحال من حاجة في حياتك ما شحال منهم مشكلة القراية ما كايناش فين باش غادي نخدم باش غادي ندير شحال حاجة وانا ولدي ما نقدرش نخلي يدير شي مربية والوالدين ما قراوناش ما عرفش حتى شي حاجة. ولدك دابا شحال عمره 8 سنين 7 سنين ما ندخلو للمدرسة ودابا انت شنو كتدي معاك لهذيك البلاصة اللي انت خدامة فيها وش لا كنخليها لختي وكنمشي كنخدم من 8 تاع الصباح حتى العشية لا كاين غير في الدار ولكن كنت نقول لك اليوم ما يشدش فيك غدا. وعلى كل حال حتى هذا الولد راه ما يبقاش محتاج للشدان راه غادي حتى هو مره يبدا يتحمل مسؤوليته في شحال من حاجه والحياه راه بشويه كتجي. مشيت واحد هضرت مع واحد السيد هنايا حتى هو خدام مع المخزن مشيت دويت معاه في رمضان كنبكي عليه ترفعت ومشيت لعنده ما شعرتش مشيت لعنده بكيت عليه قلت له الله يرحم لك الوالدين غير عيط لي قال لي انا كنت كنسمع عليك راه عندك مشكل مع شي واحد وسميت قلت له الله يرحم لك الوالدين ما كان معصر حالتي ما عالم بها غير الله مش عيط لي هو يقول لي انا من طرف فلانة جي راه بغينا نهضروا معاك هو يقول لي قال لي صافي غادي نجي غدا في الصباح وملي كيسوني عليه داك السيد قال لي راه فلان دار معانا وما جاش دار معاهم وما جاش ضحك عليهم قال لهم غادي نجي ودار معاهم وما جاش وهو انا بس تدريت فاش مشينا المحكمة المشكلة قال عند راه شكون كيفاش وكيل مالي قال عنده راه الا كان ولدي غادي نديرو في الوراق ويقول لي كون راجل صاحبي يقول راه هذاك ولدك قلت له خط غير من الله وانا جالسه ويقول لي الا كان ولدي غادي قلت له كيفاش الا كان ولدك قلت له ولدي قال لي المهم غادي نديرو في الوراق وفاش مشينا للجلسه الكبيره بقيت دار محامي وبقيت يدخل ويخرج في الهضره هو ما عطاش فلان محامي هو اللي كيهضر كيقول شي هضره ماشي حتى اللي صافي وخرج. وانت كان معك شي محامي ولا ما كانش معك؟ محامي هما اللي دايرين ليا محامي وفاش كبرت الجلسه كتسول فينا هو المحامي وواحد تيصيفطني الاخر. وما طلبوش على كل حال كنت داك الشيء باش نسولك زعما واش ما طلبوش هما انه أمر المحكمة بإجراء الخبرة باش يعرفوا شكون هذا هو المشكل. أنا فاش كنت في المحكمة الكبيرة مشيت على الأسرة كنا فيها وقينا كان سميتو وهي تقول لي واحد النائبة راه هذا غادي يدخل الحبس قالت له غادي يطلق الملف قلت لها لا أنا ما بغيتش الحبس أنا بغيت يديروا ولدو غير في الورق قالت لي وسيري المحكمة الأسرة وعاودي جدي لي ملف باللي بغيتي لا دي إن ومشيت للمحكمة الأسرة ودرت كل شيء داك الشيء اللي خصو يدار وصافي وما عرفت ودايرين في الملف فساد وهو يخلص الفلوس وهو يطلق الملف.
هو عيق لي ايوا دابا سيري عاوتاني جري جراك ونجي تاني وما تدي مني حتى شي حاجه. قلت لي واخا علي خلصتي اللي بغيتي ولكن عند الله ما عندك ما تخلص. دابا انت في حياه دابا انت في هاد 27 عام في عمرك دوزتي في فيرمات، هادي هادشي اللي كتعرف تدير في حياتك زعما هادشي اللي هادي هي خدمتك، هادشي اللي قدرتي انت تعيشي به حياتك. اولا نعاون الناس في الديور، شي مره نخدم عندها صافي، حيت ما عملني قريت ما عملني دست من المدرسة. ما عمرك كاع شتي حتى المدرسة كيف دايرة؟ ما عملني شفتها. ودابا المشكل كيقولوا دابا راه الدراري صغار غادي يقراو بالتليفون، وانا كنقول شكون غادي يقرا ليا مع ولدي وانا ما عارفة حتى شي حاجة. خويا هرب من شرق طازة فاش خدام عيا ما يقول ليا الولد راه ماشي بحال البنت. قال لي البنت كتصبر وما عمرو غادي يصبر. قال لي ناري كبر كلشي هادشي وجدتي. شكون اللي كيقول لك هادشي؟ هو خوك؟ خويا اه. واحد الشيء يمكن تسولو البنت وتسولو الولد على كل حال. تيقول لي راه البنت كتصبر وكلشي حيت البنت حنينه، ولكن الدري قال لي ما عمرو غادي يسمح لك. قال لي ناري كبر ويعرف شي حاجه راه ما غاديش يسمح لك ولا غادي يعرف درتي مع شي حاجه بحال هكا. غير كتعذبي في راسك. لا ولكن هادشي تيبقى لا هو شوف هاد المسألة هي ما كترتبطش بالسماء، لأن خصك تكوني مصالحة مع نفسك وغادي تكون الوقت اللي هاد الولد، لأنه على كل حال هاد الولد آجلا أم عاجلا إلا ما قلتي لنا بأن الناس كيقولوا لي هذا هو باك. لك ارتباطوا به وعلاش وكيفاش علاقتكم وداكشي، يمكن ربما يبدا يستفسر على هادشي من بعد، لكن الحمد لله غيلقاك غيلقاك أنت بعدا مو حداه معاه مع زرا تديري شي حاجة في حياته. بصح ولكن الولد انا كنظن ما غاديش هما الناس شتو كيحاولوا يفهموني زعما يقولوا راه حقا او غادي تسمى ولد حرام. فهمتي دابا هذا واحد النوع تاع ديك الحاجه اللي ما غاديش يتقبلها، هما داكشي اللي كيحاولوا يفهموني تيقولوا لي راه هو ملي كبر ما غاديش يتقبل حقا انا ولدتي غير شرعي. هاد الولد محتاج الام ديالو، محتاج الاب اللي ما كاينش اللي ما لقاهش معاه. واحد الوقت غادي يدرك بانه امه كانت هداه وباه ما معاهش. راه شحال منهم عشنا معاهم هادشي، شحال منهم مواتهم المولى تكفلوا بهم في غياب الاب، بحال هاد الوضعيه ديالك نيت. بصح انا تقبل ولادهم. انا اصلا ديما كنسمع عليك ماشي غير انا الاولى ولا انا الثانيه، بزاف ولادهم كيدركوا بان مواتهم هما اللي كانوا معاهم ما كانوش معاهم باواتهم. هذا واقع سكيت تفعلي معاه والحمد لله طرعي الولد ديالك تهتمي به. بصح هي ملي كتجي شي حاجه مصطفى من عند بنادم ما كتقبلهاش، الا جات من عند الله مرحبا، باش تجي من عند الانسان ما كتقبلهاش. شي حاجه جات من عند الله بحال شي مرضى شي حاجه كتقول الحمد لله وشكرته، اما الا جات من عند الانسان كتحس بحال الحق وراه بحال انت كتحاول شتى كتعيا ومن بعد كتفكر. دابا الا خدامه مع الناس اقسم بالله الا كتقول لي المراه وفاش كنتي يعني ما حقلك غادي ما كايناش في هذا العالم فين مالكي تصور معايا عايشه بحال ما عايشاش. انا نهضر مع الناس شنو غادي ندير نمشي ندخل الكوزينه ولكن عقلي ما كاينش. وشنو اللي مسيطر على عقلك بزاف؟ ولدي كلشي ولدي ولدي كنفكر فيه من هنا واخا من تبعلك ما ربي تما كنفكر من بعد ملي كبر كلشي كيتخيل ليا قدام عيني غيسولني انا ماشي انا ولدتي. ولكن راه هذه راه واحد الصوره مرعبه حاطها قدامك، صوره متوحشه. لانه في نهايه دابا هاد الصوره اللي حاطه قدامك هي صوره متوحشه مرعبه بان ولدك غيدير لك غيفعل لك. راه كاين اوقات اللي كاين وقت اللي راه شحال من واحد كيمشي، وهذه النصيحة ماشي غير الاخت فاطمه المتهرود، يمشيو عند لي بسيكو عند لي بيدو بسيكياتر. راه كاينين بزاف الاطباء اللي تيكونوا مثلا نفسانيين ديال الوليدات الصغار كيقدروا مثلا يحاولوا يعاونوا الاباء بحالك بحال هكا يقدروا هذا يعاونهم. انما هذا واحد الواقع
ولدك غيعرفو اجلا ام عاجلا، وربما راه بدا كيعرفو غير ما بغاش يستفسر ولا حتى هو نفسيته ما عرفش كيدير هو بعدا في الولد بعدا معاك انت ومع مع خ... مع مو مع ديك اللي مريضه نفسانيا وداكشي كيدير هو بعدا الولد. الولد دابا كيشوف ما كديرش شي تصرفات ماشي وما كيقول لك ماما علاش جدك كدير بحال هكا. كنقول ليه دابا دابا تعرف ولدي تيقول لي لا، كيقول لي علاش نتوما ما كديروش بحال هكا تصرف وهي كدير بحال هكا. بحال تصور معايا خويا مصطفى الا شفت شكل التلفازه كتقول لك كتقول لك كتحشت على برا، كتقول لك وانا على وقت الشتاء هادي وكتحشت على برا، وتيقول لها ولا راه كاينه غير في التلفازه ما كاينوش على برا، وكيبقى كيضحك وكيقول لي علاش كتهضر بحال هكا. كنقول لي دابا تعرف ولدي راه هي مسكينه مريضه شويه، وتيقول لي مريضه راسها ما سخونش كيفاش مريضه فهمتي. المهم كي هي ما كيعرف وما كتعرف المشكله، كتبغي اختي تخدم، اختي لا بغات تخدم انا كنجلس في الدار حيت ماما كتعرف لتا شي حاجه، ما كتعرف تسلق لي الطبيبه، ما كتعرف لتا شي حاجه. لا ليها لا ليها لا لا لولدك لا ما كتعرف حتى شي حاجه ولا لا، كتعرف غير تحل الروبيني الا بغات تشرب صافي هادشي هو اللي كتعرف، ما تطيب شي حاجه والو. ودابا مسكينه كتبقاو على ديك الحاله هي ديما دايعه. لا دابا مع الحجر الصحي من غير لا من قبل الحجر الصحي كيفاش كتعيش حياتها؟ كتبقى دايعه تسب في الناس تعاير فيهم تدخل عليهم حاشاك بعدا سمستر وصافي كتبقى بحال هكاك. هو شحال من مرة تلاقات معاه وكيشدوا على الناس كيقولوا لي راه هو فلان اللي تكرفس لك على بنتك، وكتمشي عنده وكتبقى كتعاير فيه وكتسب فيه لدرجة شتا كاع واحد السيد هاد اليوم دخلت قبل من الحجر الصحي دخلت عنده المحل ودير المحل تاع المكياج، دخلت عنده بقات تتهضر معاه وكدير بغيت دوك التصرفات ديالها باينة فيها سميتو فهي كلشي كيعرفها هادي، وبقى وهو يصور لها صور هذا ليها فيديو ويلوحو في الفيسبوك وعلى كيفاش جانا الفيديو كلشي تاني كيبكي في الدار كلشي تما فين خويا صافي صافي قال لك هاد المدينة ما نزيدش فيها أنا كلشي كلشي غير الحقرة كلشي غير فهمتي. مشى خويا كيد لحالي تما ملقاش ملقاش بكينا تاني في الدار مشكلة وريتها الفيديو قالت لك الله صوروني شكون اللي صورني تيصوروني الناس قالت لك يعني أنا عزيزة عليهم ما هو صورها باش باش يتهكم عليها مسكينه. هو ملي هضر مع الناس قال لهم والله العظيم انا ما عرفتش واش عندها ولادها، انا كتبان لي السيده كتسطى في الزنقه كنقول لا هذه راه مستحيل يكون عندها ولادها. وفي جميع الحالات لاش غادي يصورها في ذاك الواقع كاع ولاش غادي والله العظيم عليها بداك الشكل للاسف. صورها ولحها وصافي وبيكون كل شيء شاف الفيديو كل شيء صيفطوا لينا، جاني انا في تليفوني جا اختي والناس يقول لنا شي هذا الشيء شكون هذا خصكم تمشيو ليه خصكم ديروا خصكم تفعلوا، ما درنا حتى شي حاجه سلمنا امرنا الله سبحانه وتعالى واللي ما كيحقر حد. هذا هو الواقع هذا هو كل شيء بحال هي هذه السلسله بحال الله. وعندك شي سؤال لينا؟ شنو بغيتي شي حاجه تستفسري عليها؟ عندك شي حاجه تبغي تسولي؟ بغيت انا غير نسول على واحد الحاجه خويا مصطفى. هو انا كنحس بحياتي ضاعت، ما بقاش عندي امل حتى شي حاجه في الدنيا حتى شي حاجه ما بقيت بغيتها. علاش كتشوفي راسك في هذا الاحساس؟ دابا خلي ولدك وخلي داكشي انا بحال كتكلمي لي على راسك، علاش كتحسي هذا الاحساس باللي صافي انت ما بقات عندك الثغرات كاع بالحياه؟ النفسيه ما مرتاحش وما عمرها غادي تكون مرتاحه صافي، فقدت الامل في كل شيء في كل شيء. الله فعلا قال لك الله ما كيبغيش اللي انا ما قنطتش من رحمه عبد الله، ولكن صافي عييت من كل شيء عييت من كل شيء والله العظيم ما بقيتش كنفكر. اشنو هو هذا كل شيء اللي انت صافي هدك كاع؟ دابا حنا ما قال الولد كل شيء جاي من كل جهه سمستر، جايه من القرايه ما كايناش وعاد الساعه كل شيء كيمشي غير بالقرايه، جايه من عيالات تخدم عندهم تيدمروا بك على ود 50 درهم
الأم أنا بصير ما تحضرني وتقول لي أنا الكبيرتي صبر ما كتشوفني كان بكي وكتبقى كتشوف لي وكتقول لي وعبرها قالت لي يا جبتي لحد ما كنتي كتبكي مالك عاودي لي المشكل مع بني حسيت بالأمومة لحياتي كاملة والناس هما اللي كبرونا وكانوا تيلبسوا لينا تيخرقونا وكيديروا لينا كل شيء والعيالات كيدبروا لك حتى كيعياو ويلحوا لك 50 درهم صافي ويلحوا لك الشياطة ويقول لك سيري ما يعاونوك تنبغيوك تاني ونعيطوا لك عييت من دابا كان عندي غير راسي وكنت بعدا كنديباني راسي نخدم وقت ما بغيت خدم ديك كامزة في الفيرمان شديك 25 ناس دابا لا ما عمني خصني الناس دابا ولات عندي مسؤولية صافي عييت من كلشي الصراحة حيت ما نكذبش عليك السمسم ما بقيتش تدير ليا حتى شي حاجة دور في حياتي حتى شي حاجة واخا خليك مع نفسي واخا انا في الحقيقه طلبت المعلومات ديالك قلتي لي بلي ما حافظاش حتى المعلومات ديالك كيفاش حيت انا طلبت قبيله باش ناخذ البيانات ديالك معليش خليك معنا دابا شكرا لك فاطمه انا طبعا سمعت لك فاطمه متردد انت من دون شك يعني لا انا لا واحد العدد ديال الناس طبعا اللي سمعوك ومن دون شك طبعا غادي يتواصلوا معك ومع واحد العدد ديال المتتبعين اللي كلنا غادي نقابلهم دائما ضمن هذا المشوار اللي احنا بديناه في قرابة 10 وبضع دقائق يعني من تواصلنا ومازال اللقاء ديالنا هذا متواصل بالسادة المستمعين في برنامج سمير الليل لا ام اف ام حيت هذه دابا 12 الليل فيها مصطفى الهردة تحياتي انايا ورضا في استكمال البث المباشر لحلقة هذه الليلة.